في البراكتس يعمل ايه؟ تيرنينج اون هيسمح لي ان انا اعدل ممكن بقى جنب رشا او مش شغال او في الاخر لا ده كان مش ممكن حضرتك تيجي الناحيه الثانيه بس اول خطوه اعمل تيرن ليفنج اون بمجرد ما اعمل تيرن ليفنج اون انا في الحته بتاعتي اهي زيرو هيظهر لي الالم ده ممكن اكتب اللي انا عايزه هيظهر لي اد ريسورسز وهيظهر لي اد اكتيفيتي فهبدا انا عايز اعمل اد ريسورسز تعرف insert a label insert a label ده اللي هو عنوان التطبيق بتاعي كويس يبقى انا هنا بكتب ايه؟ التطبيق دي اسمها ايه مثلا؟ زي ما عملنا اسامينا ممكن اعملها من هنا insert a label زي ما عملنا امبارح او ممكن اوتوماتيك على طول اعمل ايه؟ اكتب المفتاح ده فانا امبارح عملنا insert a label النهارده هكتب بالقلم طيب بكتب ايه هنا بقى؟ بكتب هاي اول حاجه بكتب اسم التوبيك بس اسم مثلا ايه؟ انتروداكشن بعد كده ممكن اكتب ديسكريبشن This is introduction to e-course مثلا I can write the description of the course اللي هو موجود عندنا في الايزو course description او ممكن اكتب مثلا course rules whatever I want to read this is the topic zero بنسميها او الدباجه او بدايه الكورس بتاعي طيب انا عايز الانتروكشن دي اخليها اكبر واضخم وفي النص ينفع اعمل كده؟ عادي يعني في النص اكبر اضخم يعني بولد and then لا عايز نفس اللي احنا عملناه امبارح عايز ازود صوره عايز اعمل لينك وات ايفر this is your area and save changes يبقى insert label او insert او ادوس على القلم هيخليني اعمل الحركه دي كتبت الانتروداكشن اهو في النص كتبت الكورس ديسكربشن وطبعا هنا بقى اكتب اللي انت عايزه هنشوف في بعض الحالات انك تكتب الكورس ديسكربشن نفسه بتاعك تكتب مثلا this is secret our system تكتب ان ده الجريننج سيستم عمل كده ممكن تكتب لغايه نص الصفحه بس طيب نيجي لريسورس تاني Compose a text page. Compose a web page. Link to a file. Display a directory. آخر واحدة دي advanced مش هناخدها دلوقتي. طيب هنشتغل من تحت. Display a directory. Directory ده الصورة اللي أنا عاملها هنا اللي هو ده. This is called directory هو الفولدر. الفولدر بنسميه directory. بس انا عايز احط فولدر احط جواه فايلات مثلا فده يبقى انا هديت كايند اوف ريسورس مثلا هقول لي ايه صور الاشعه فعايز احطها في فولدر او صور مثلا اشعه الف صور اشعه ب مثلا عايز تو فولدرز يا اما هعمل ايه لو صور اشعه دول 10 صور هحط 10 صور سالحين واحط فيهم 10 صور سالحين بعد 20 صوره بتنسجل ايه شكلها وحش الدايركتري ده نوع من انواع التنظيم ان انا بعمل ايه بحط الم شويه حاجات في وان فولدر فاسمه دايركتري فبدوس insert directory بص بقى كل حاجة بعملها من هنا ورايح أي حاجة بعملها insert يبقى فيه شوية خصائص أملاها الخصائص دي characteristics دي أو specifications دي اللي بالأحمر وجنبيه علامة معناها it's mandatory you have tried لو مش ما جنبوش علامة it's optional you can do it or you can do it خلاص؟ هنبدأ كل واحد دلوقتي واحنا شغالين حتى نقول ايه الخصائص المتاحة عندي في الدايركتري رقم واحد اسميه هقول images رقم اتنين هقول summary عندي الدايركت ده عبارة عن ايه طبعا هنا مش mandatory بس انا نصيحة ليكم please write description and summary for everything you're going to do ان شاء الله سطر ليه؟ عشان دايما it's like a tag دايما تفتكر الولاد كان بتاع ايه فانا هنا كتبت images ايه؟ فهكتب هنا مثلا دول images of مثلا MRI مثلا خلاص انا عرفت الدايركت ده بتاعي يجي بعد كده الدايركت ده
الباقي كله مش مهم، واقول له ايه سيف اند ريتيرن تو فورس. يبقى انا هنا مهم عندي حاجتين، ان انا اكتب اسم الدايركتوري واعمل له سمري او ديسكريبشن.